السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. واللميمو يمثل موريتانيا في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العربي في القاهرة حول التطورات الأخيرة لملف العلاقات السعودية الإيرانية. باحثون وأساتذة جامعيون يناقشون في ندوة بنواكشوط العلاقة بين القبيلة والدولة في موريتانيا وسط حضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية. تقرير صادر عن المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم يصنف موريتانيا في المرتبة الثانية عربيا من حيث انتشار الأمية. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي واللميمو موريتانيا في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، ويبحث الاجتماع المنعقد اليوم الأحد التطورات الأخيرة حول ملف العلاقات السعودية الإيرانية والتي دخلت منعرجا جديدا خلال الأيام الأخيرة أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ناقش باحثون وأساتذة جامعيون في ندوة بنواكشوط نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ، ناقشوا العلاقة بين القبيلة والدولة في موريتانيا، وركزت مداخلات بعض المشاركين في الندوة على حدود العلاقة بين الاثنين ومدى التداخل بينهما في موريتانيا. إذا كانت القبيلة بتعريفاتها المختلفة لدى كل المفكرين من يقاربها بالمقاربة الانقسامية ومن يقاربها بالمقاربة البيولوجية المتعلقة بالسلالة ومن يقاربها بمقاربة ثالثة وهي المقاربة التطورية، أي أن يعالج بنيات وتحولات متعلقة بنيات ما قبل الدول المسلمة في القبيلة. هذه المقاربات الثلاثة أعتقد أن المحاضرين سيعالجون مفهوم القبيلة لا انطلاقا من النظريات السوسيولوجية والأنثروبولوجية، وإنما محاولة تبيئة تلك المفاهيم وقراءتها انطلاقا من الإحداثيات الوطنية الموريتانية بالذات، حيث أن مفهوم الدولة ككيان حادث وطارئ في الثقافة الموريتانية، وأنها لم تعرف الدولة أو لم تخبر هذا الكيان إلا من خلال التجربة الاستعمارية الكولونيالية الحديثة، وبالتالي لم تعرف الدولة بشكل يجعل يمكنها من تراكمات حقيقية تبنى في الثقافة أو في اللاشعور الجمعي للإنسان الموريتاني. صنف تقرير صادر عن المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم موريتانيا الثانية عربيا في مجال تفشي داء الأمية، تليها اليمن والمغرب فيما جاءت قطر والبحرين والأردن وفلسطين من أقل الدول العربية تفشيا للأمية. نتابع. صنف تقرير صادر عن المنظمة العربية للثقافة والعلوم أليسكو موريتانيا في المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي في انتشار الأمية بين أفراد الشعب، حيث تبلغ نسبة الأمية في البلاد 42%، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصومال في تفشي هذا الداء الفتاك الذي يشكل مع الفقر والمرض ثالثا عالميا للتخلف. وتستفحل مشكلة الأمية عربيا بشكل خاص في الصومال، حيث تبلغ نسبتها بين السكان 62%، ثم موريتانيا 42%، تليها اليمن 36%، وأخيرا المغرب 33%. أما في السودان والجزائر ومصر فإن نسبة الأمية تبلغ 26%. ورغم تفاوت نسبة الأمية من دولة عربية إلى أخرى، إلا أن معدلها في دول العالم العربي مجتمعة يقترب من 20%، وهي نسبة تبلغ ضعف المتوسط على المستوى الدولي. أما الدول التي تشهد نسب أمية منخفضة فهي قطر والبحرين والكويت بالإضافة إلى فلسطين والأردن، وتتراوح النسب بين 3.7 في قطر و 6.6 في الأردن. ويصادف 8 يناير اليوم العالمي لمكافحة الأمية في العالم العربي في ظل انتقادات موجهة إلى الحكومات العربية بالتقصير في مكافحة هذه المشكلة التي يعاني منها 97 مليون عربي من أصل 338 مليون نسمة وفق أحدث تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو. ويولد إشكال الأمية إشكالات أخرى تطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات العربية، إذ تؤكد الدراسات في المجتمعات المعاصرة أن ثمة علاقة وطيدة بين الأمية من جهة والفقر والجريمة من جهة أخرى. ورغم شح البحوث عن هذه العلاقة في المنطقة العربية،
إلا أن الدراسات في الولايات المتحدة على سبيل المثال تشير إلى أن الأميين أو شبه الأميين في أمريكا يشكلون 60% من نزلاء السجون، و43% من أولئك يقعون تحت خط الفقر. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة صنفت المنطقة العربية العام الجاري باعتبارها أضعف مناطق العالم في مكافحة الأمية، وذلك بعد أن تجاوزت الدول الإفريقية العالم العربي في الحد من هذه المشكلة قبل بضع سنوات. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم إن بناء إعلام حر في موريتانيا يعتبر خيارا لا رجعة فيه لدى النظام الموريتاني، وإن ذلك تكرس خلال السنوات الماضية حيث انتهت المأمورية الأولى للرئيس دون مصادرة صحيفة أو توقيف صحفي. وأضاف المحم على هامش حفل عشاء دعا له عشرات الصحفيين الموريتانيين أنه حينما تتكرس الحرية الإعلامية كمكسب وطني حينها ينبغي الانتقال إلى مستوى المؤسساتية والصناعة. خيار بناء إعلام حر ضمن الرؤية اللي مشار عليها البلد ضمن قيادة قامة رئيس الجمهورية أنه خيار لا رجعة فيه، وأنه هذا هو المبدأ اللي كرسناه خلال السنوات الماضية كاملة، وكان حريص رئيس الجمهورية حريص على أنه تؤخر فترة انتداب مأموريته الأولى ما فيها نهائيا مصادرة صحيفة ولا توقيف صحفي، ومشينا إلى رفع العقوبة البدنية عن الصحفيين، وطبيعي المشاكل هي تم لا تنطرح. قرانا ماسين المشكلة الجوهرية هو كيف قلت سابقا عدة مرات الانتقال منين هوتو. طبيعي أن هاي الفترة اللي كانت فترة تكريس الحريات الإعلامية، إذن تقتنع الناس أن الحرية الإعلامية خيار لا رجعة فيه، تقتنع أنه مهما كان ما لا يعود فهم إطلاقا رجوع إلى الوراء. غير من فوتوا نقتنعوا أن مكسب الحريات أنه عاد مكسب وطني للصحافة الموريتانية وجزء من مسار العملية الديمقراطية القائمة لحرية التعبير، يلا ننتقل بالصحافة إلى مستوى المؤسساتية ومستوى الصناعة. وقال المحام إن في موريتانيا مؤسسات إعلامية بإمكانها أن تتطور عندما تتم تنقية الحقل الصحفي وبناء مؤسسات إعلامية حقيقية دون المساس بمكسب الحرية، مضيفا أن بين التنظيم وكبت الحريات خيطا رفيعا ينبغي مراعاته. عندنا مؤسسات إعلامية قادة زادية تتطور وقادة تتقدم، منين تباركوا مع الصحافة تنقية الحقل الصحفي، بناء مؤسسات إعلامية حقيقية وجادة، والانتقال من هذه الطفرة اللي الانفجار على الأصح إلى مرحلة ثانية هي مرحلة بناء المؤسسات، دون أن نمس بطبيعة الحال من ذاك المكسب اللي فتنا حصلنا واللي ما نريد قبل نتراجع عنه نهائيا، اللي هو فتح الحريات الإعلامية وحريات التعبير على مصراعيها في البلد. وهذا أعتقد أنه يخدم الصحافة، وأنه بين التنظيم وبين كبت الحريات خيط رفيع يلا نراعوه، اللي ذاك هو اللي ينطرح له البال، ان التنظيم ما يقيد الحريات اللي حصلنا عليها يقير مولي الفوضى لا تخدم حريه الاعلام ولا حريه التعبير نهائيا. وبالتالي المشي بين هذا والله اللي ملان اي حل ما يلا نعود نور له دائما انه جاي من عند الحكومه والله جاي من عند الطبقة السياسية ولا يمتلع للإعلاميين من فوق، إنه يلا يعود جاي نابع من الأسرة الإعلامية من نفسها. من ناحية أخرى، ركزت مداخلات ممثلي عدد من النقابات والهيئات الصحفية على العلاقة بين السياسيين والإعلاميين، كما تطرقت لبعض التحديات التي تواجه العاملين بالحقل الصحفي في موريتانيا. دائما أنا أقول على السياسيين وعلى أن السلطة بصورة عامة يضلتها تنفتح على الصحفيين وتحملهم المسؤولية، لأن الصحفيين يلين يحسوا على أنهم مسؤولين في ذا الله يكتبوا، وعلى أنهم محترمين، وعلى أنهم ما يضطر لهم بنظرة سيئة والله بنظرة احتقار، هذا يجعلهم على أنهم يواصلوا بعملهم المهني ويجعلهم أنهم يعودوا مهنيين أكثر. ونختارهم اللي تعود الدعوة أعمق من هذا شوي، تعود تقد تساعد الصحفيين فعلا انهم يقدوا يتقدموا ويقدوا يوصلوا المعلومه في موريتانيا ويقدوا يوصلوا لمصادر الخبر بطريقه سلسه وبطريقه حضريه، ما يعودوا يلودوا للشائعه يغلوا بها
مواقعهم ويملاوا منها فكر، يعدلوا منها فكر جديد. نطلبوا من السياسيين انهم ما يساهموا في ذلك. قالوا نحن نختاروا بعلن تعود في علاقه بين الصحفيين والسياسيين. قال ما تعود علاقه تماهي، يعود فيه تمايز بين الصحفيين والسياسيين، لان لما يتم كلهم عنده موقعه على الاقل فيه فصل شوي بيناتهم، لن يخسر العمل الصحفي ويخسر ايضا العمل السياسي، بل لا يعود الثاني كل واحد يلعب دور الثاني، والله واحد يلعب الادوار الجميع. الشان العام الصحفي يعاني ذات المشاكل تقريبا، ويعاني تميعا قصد باراده سياسيه وان كانت سابقه ولن تزول الا باراده سياسيه. املنا ان توجد هذه الاراده ونساهم جميعا في التغلب على مشاكل تميع هذه الحقل التي نعتبر أننا وإن كنا أول المتضررين منها فإن ثاني متضررا منها هم السياسيون أنفسهم. أولا نتمنى أن يفهم السياسيين والقادة في البلد أهمية الصحافة وأهمية الصحفي، لأن الصحافة اليوم تبني دول وهي كذلك تهدم دول. كما نتمنى أن يرتفع الصحفيون بمنتوجهم الإعلامي. نظمت اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة حفلا لتأبين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ذكرى رحيله 9، وقد غصت دار الشباب القديمة في نواكشوط بالحضور، حيث ألقيت قصائد مديحية تعدد مآثر الراحل. متابع. حفل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لتأبين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وسط حضور كبير غصت به دار الشباب القديمة. حفل التأبين الذي يأتي في ذكرى 9 لإعدام الشهيد صدام حسين تنظمه اللجنة الشعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة، التي اعتادت تنظيم أنشطة مماثلة في ذكرى رحيل صدام حسين. في هذا الدمار والخراب اللي شهده الوطن العربي وخاصة القطر العراقي المحتل الآن للأسف من طرف عصابات عملاء إيران، بعد سلمت الولايات المتحدة الأمريكية على طبق من ذهب. عشرات المثقفين والأدباء من أنصار الرئيس العراقي الراحل حضروا حفل التأبين، فيما ألقى العديد من الشعراء قصائد مديحية تمجد صدام حسين وتعدد مآثره. كم أرجفوا وقتها، كم قال قائلهم ما لا يقال، وكم ساقوا وكم نعقوا. كم أرجفوا وقتها، كم قال قائلهم ما لا يقال، وكم ساقوا وكم نعقوا، لكن ربك يأبى من جلالته طمس الحقائق إذ تعلو فتنطلق. إذ لحظة كنت بالمرصاد قلت لهم سرقا لكم أيها الأقزام فانسحقوا. واستشهد صدام حسين إثر تنفيذ حكم إعدامه في 30 من ديسمبر عام 2006، وهو ما يوافق يوم عيد الأضحى المبارك من عام 1425 في حادثة وصفت بأنها استفزاز لمشاعر المسلمين، فيما يرتبط وجدان قوى موريتانية واسعة بالراحل صدام حسين الذي قدمت العراق في عهده مساعدات في مجالات عدة لصالح موريتانيا. أنهت عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب مساء الجمعة محاصرتها لمنازل بحي عين الطلح في ولاية نواكشوط الشمالية، حيث كانت تشتبه في اختفاء السلفي الشيخ السالك الهاربي من السجن منذ نحو أسبوع بأحدها. نتابع. شهدت العاصمة نواكشوط عملية أمنية في عين الطلح بالولاية الشمالية من العاصمة في حدود ثانية زوال من يوم الجمعة، حيث حاصرت قوة أمنية من وحدة مكافحة الإرهاب حيا سكنيا قبل أن تقوم باقتحام أحد بيوته بحثا عن السلفي الشيخ السالك الهارب من السجن المركزي بولاية نواكشوط الغربية المحكوم عليه بالإعدام، والذي وصفته السلطات الأمنية بالإرهابي الخطر ونشرت صورته في وسائل الإعلام، فهو مدان بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. بعد ساعة من الحصار داهمت قوة من وحدة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بيتا داخل الحي توجد به محضرة، لكنها لم تعثر على السلفي المطلوب لديها، لتقوم بعد ذلك بتمشيط عدة بيوت بذات الحي قبل أن تنتقل إلى حي مجاور وتقوم بتمشيطه أيضا، وهو ما أسفر عن اعتقال سيدة منقبة بحسب مصدر أمني. قوات من حفظ النظام التابعة للشرطة ووحدة من الدرك وبعض القيادات الأمنية حضرت عين المكان،
حيث قامت قوات حفظ النظام بتطويق المكان وأقامت حاجزا ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه على المواطنين قبل أن تنتهي العملية التي استمرت زهاء 3 ساعات ونصف تقريبا. في حدود الساعة 6 مساء أخلت قوات الأمن المكان مغادرة إلى ذكناتها دون القبض على السلفي المطلوب ليتبين أن الأمر كان مجرد بلاغ كاذب. في خضم عمليات التمشيط والمداهمة التي قامت بها وحدات مكافحة الإرهاب توافد العشرات من المواطنين إلى عين المكان غير مبالين باحتمال وجود خطر يتهددهم مرددين عبارات تشجيعية لرجال الأمن رافقتها تصفيقات غير عابئة بسلامة أصحابها. ما عرف بعملية عين الطلح يعيد إلى الأذهان عمليات المداهمة والبحث عن سلفيين تمكنوا من الهروب من قصر العدالة نهاية شهر مارس من عام 2008 وما عقبها من مواجهات دامية في 7 أبريل من نفس العام. وتطرح عملية هروب السجين السلفي الشيخ خلد السالك عدة أسئلة عن كيفية فراره من سجن تحت أعين الحراسة الأمنية، ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بعد عن عملية فرار السجين الذي يجري البحث عنه حاليا ولا عن سابقتها التي حصلت عام 2008. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قال المرصد الأورو متوسطي في إحصائية أصدرها بمناسبة مرور 100 يوم على الانتفاضة الفلسطينية الثالثة إن عدد الشهداء بلغ 150 بينهم 27 طفلا و7 نساء ومن بينهم 24 أيضا شهيدا لا تزال تحتجز جثامينهم سلطات الاحتلال حتى اللحظة. نتابع. استشهد شابان فلسطينيان صباح السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مرورهما على حاجز الحمراء العسكري في منطقة الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما زعم الاحتلال أن شابين حاولا تنفيذ عملية طعن. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين علي محمد عقاب 23 عاما من قرية الجديدة وسعيد جودة 38 عاما من قرية الزاوية صباح اليوم. وادعت مواقع عبرية أن الشابين حاولا تنفيذ عملية طعن للجنود المتواجدين على الحاجز. من جهة أخرى، دعا المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان السبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العنف الجنوني الذي يمارسه جنودها بحق أي فلسطيني لمجرد الاشتباه، مشيرين إلى أن ممارسات الاحتلال تخالف القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القتل التعسفي واقتحام المستشفيات المدنية والتمييز في التعامل مع الجرحى. ولفت المرصد في إحصائية أصدرها بمناسبة مرور 100 يوم على الهبة الجماهيرية الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء في فلسطين بلغ 150 شهيدا بينهم 27 طفلا و7 نساء ومنهم 24 شهيدا لا تزال جثامينهم تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة. وفي 100 يوم سجل 314 انتهاكا قامت به القوات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية الفلسطينية والمستشفيات المدنية، شملت 171 اعتداء على طواقم ومركبات طبية ما أدى إلى إصابة 103 مسعفين و16 حالة منع فيها أطباء من تقديم العلاج اللازم للجرحى بصورة عاجلة. ووثق الأورو المتوسطي 9 حالات على الأقل جرى فيها اقتحام الجنود الإسرائيليين لمستشفيات مدنية فلسطينية في الضفة الغربية بحثا عن أشخاص قالوا إنهم أصيبوا في المواجهات معهم وملفات طبية في الحواسيب التي تتبع لهذه المستشفيات. وأشار المركز إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء المواجهات مطلع أكتوبر تشرين 2015 وحتى 8 يناير كانون الثاني 2016 بلغ 340 معتقلا، وهو ما يمثل تصاعدا وصل إلى 58% بالمقارنة مع عدد المعتقلين في نفس الفترة من العام الفائت. ومن هؤلاء 1511 طفلا، أي قرابة النصف من مجموع المعتقلين. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والمهم، يمثل موريتانيا في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة حول التطورات الأخيرة لملف العلاقات السعودية الإيرانية. باحثون وأساتذة جامعيون يناقشون في ندوة بنواكشوط العلاقة بين القبيلة والدولة في موريتانيا وسط حضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية. تقرير صادر عن المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم يصنف موريتانيا في المرتبة 2 عربيا من حيث انتشار الأمية.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.